من أسباب السعادة. عيش قنوة، عيش قنوة. الله قنوة من الشيء هذا. الثاني أبو سليمان، لا تطالع في الشخص اللي أكثر من كمال إلا إنك تصير زيه. لا تحسن. انظر للي تحتك. من الخير للغير. والله العظيم ما ترتاح الدنيا عند أبو سليمان. لا إذا تمنيت الخير للغير. يا سلام. سعادة. إلى الله وجهي.